الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، نواصل شرح جوهرة التوحيد إمام اللحظة بشرح العلامة الشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محكم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه اختصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمعا. إذ كل من قلد في التوحيد، احنا وقفنا عند هذا البيت. عند البيت أو الذي قبله، أظن شرحنا نصف البيت العاشر، ووقفنا عند ومثل ذا لرسله فاستمع كده، ولا تجاوزنا يعني في إيمان المقلد. ماشي. ففيه بعض القوم يحكي الخلف، وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. عند ما قال الشيخ رحمه الله تعالى، فكل من كلف شرعا، وعرفنا من هو المكلف وما معنى التكليف إلى آخره، وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع. يعني ما الذي يجب عليه أن يعرفه؟ الواجب والمستحيل وإيه؟ والجائز. ثم قال وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله، الواجب والجائز والممتنع اللي هو المستحيل. وعرفنا الواجب، وعرفنا الجائز، وعرفنا المستحيل. ولذلك كما قال أستاذنا وشيخنا الجليل رحمه الله تعالى في الفريضة، الواجب العقلي ما لم يقبل انتفى في ذاته فابتهل، والمستحيل بعرف الواجب ما لم يقبل العدم، ما لا يتصور العقل عدم، والمستحيل العكس، كل ما يقبل في ذاته الثبوت، يعني ضد الضد الأول. والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفا، اللي هو الجائز. وكل من الثلاث من الواجب والمستحيل والجائز ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. عرفنا ما هو الضروري
وما هو النظر الضروري ما لا يتوقف على نظر واستدلال. والنظر هو ما يتوقف على نظر واستدلال. وذكرنا الأمثلة، ذكرنا كم مثال؟ ها، 6 مثال للواجب الضروري ومثال للواجب الايه النظري. وقلنا فيه مثال يصلح لايه؟ لانه يمثل به الايه الثلاثة. قلنا التحيز بالنسبة للايه يعني يجب ايه واجب من الضروري ان ياخذ الجرم او الجسم قدرا او حيدا من الايه من الفراغ. سمى هنا ايه وجوب التحيز للجرم، خلاص كده. يجب ايه له ان يكون ايه متحيزا. ده مثال للواجب. فمثلا الجسم يجب ان يكون اما متحرك واما ايه ساكن. والمستحيل هو ايه ان يخلو عن الحركة والسكون إيه؟ مع الضب. والجاهز قبول احدهما ايه بخصوص. لو مثال واحد يصلح ان يكون للايه للثلاث. وكل من الواجب والمستحيل والجائز ينقسم الى ضروري والى ايه والى نظري. ثم قال ومثل ذا لغسله فاستمعا. طب هل يكون هناك اعتراض على هذا التشبيه؟ يعني يجب على المكلف ان يعرف لله سبحانه وتعالى ما يجب في حقه وما ايه ما يستحيل وما يجوز. كيف يقول يشبه مثل أداة تشبيه ومثل ذا لرسله؟ هذا اعتقد مثلا وجوب الوحدانية لله، فكيف يعتقد وجوب هذا الرسل؟ يعتقد مثلا القدم لله، فكيف يعتقده المين للرسل؟ وقال ومثل ذا، نقول لك مثل ايه ما تعتقده بالنسبة لله. إذ كل من كلف شرعا أو فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب لمين؟ لله والجائز والممتنع، ما فيش شيء. ثم لما قال ومثل ذا لرسله، يعني مثل ما تعرفه من واجب ومستحيل وجائز يجب أن تعتقده أيضا بالنسبة للرسل. وهنا يأتي إشكال. عرفنا ما هو الإشكال، اللي هو إيه؟ الذي يجب في حق الله ليس هو ما يجب في حق الرسل، وكذلك الجائز ليس هو، وكذلك المستحيل. يعني يستحيل على الله تعالى الزوجة والولد، ولا يستحيل ذلك على الرسل، بل هو جائز. يستحيل على الله الموت، لكن لا يستحيل على الرسل. وما أرسلنا إيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا أمر إيه ليس مستحيلا بل هو جائز. وما محمد إلا رسول خلد من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. فكيف يقول يجب أن نعتقد مثل ذا لرسله؟ يبقى هنا ايه معنى ايه هو مثل ذا؟ الجواب هو ايه؟ الجواب للتشبيه. نعم. والمراد ان التشبيه غير تام. ايه معنى التشبيه غير تام؟ يعني التشبيه في مطلق الوجوب وليس في ايه في يعني في الواجب بعينه انه يجب لله وكذلك يجب لله. زي عاوز اقول لك كما يجب لله صفات كذلك تجب لرسل صفات، وهذا يسمى واجب وهذا يسمى واجب. يعني زي ما الله يجب في حقه كذا كذلك الرسل يجب في حقهم ويستحيل في حقهم ويجوز. فالجواب هو ايه؟ ان التمثيل هنا او التشبيه المراد به التشبيه في مطلق واجب ومطلق مستحيل ومطلق جائز.
يعني من حيث الإطلاق يطلق على أن هذا الصدق واجب بالنسبة للرسل، والقدم واجب بالنسبة لله. هذا يسمى واجب عندما التشبيه به، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب. هل كتب على الذين من قبلنا شهر رمضان ونفس الأيام ونفس الساعات؟ لا طبعا. يبقى التشبيه ايه معنى كتب؟ التشبيه ده مكتوب وده مكتوب، ده مفروض وده مفروض، لكن المقدار والكيفية قد يكون هي وقد تكون مختلفة. يبقى المراد التشبيه في مطلق واجب. يبقى كده تقول كده ومثل ذا، إذا قيل لك كيف يقول أنه يجب للرسل مثل ما يجب لله، قل له التشبيه غير تام، وإنما المراد التشبيه في مطلق واجب، يعني هذا يطلق عليه واجب، وهذا يطلق عليه إيه؟ مستحيل، وهذا يطلق، فالإطلاق واحد ولكن الأحكام إيه؟ مختلفة. ليه؟ فإن الواجب في حق الله تعالى الوجود، لكن بالنسبة للرسل لا يجب في حقهم الوجود، يجوز ده من خلق الله، والخلق من أفعاله وهو جائز وليس واجبا إيه؟ على الله. فهمنا معنى كده ومثل ذا، يعني مثل ما يطلق هنا واجب يطلق هناك واجب، ولكن الوجوب هنا يختلف، ولكن ده اسم واجب وده اسمه ايه؟ صحيح. هذا اسم واجب، الصفات تختلف. يبقى إذن ما يجب في حق الرسل ليس هو ما يجب في حق الله، وكذلك ما يستحيل وكذلك ما يجوز. فلماذا مثل؟ لأن التمثيل في مطلق واجب ومطلق جائز، وإذا التشبيه غير تام، لأن التشبيه لا يكون تاما إلا إذا كان في اتحاد بين الواجبين والواجبين. إذا لما يكون التشبيه غير تام يبقى يسمى إيه؟ ها؟ تشبيه ناقص. يعني هل كان الذين الأمم قبلنا كانوا يصومون مثل ما نصوم أو يصلون كما نصلي خمس أوقات ونفس الهيئة والسنن؟ لا، إنما كانوا يصلون. قال الله تعالى سيدنا موسى وأقم الصلاة لذكر، لكن كان خمس صلوات، كان اثنين تحية ثانية، إنما دي صلاة ودي إيه؟ يبقى التشبيه مطلق إيه؟ مطلق الوجوب. خلاص كده؟ وأدلة صفات الله تعالى غالبها عقلي. خد بالك، يعني لما نيجي في الواجب بالنسبة لله تعالى والجائز نجد الأدلة إيه؟ في الغالب عقلية، أما بالنسبة للرسل لما لصفات الرسل أدلة إيه؟ سمعية، ما عدا إيه؟ الصدق، فإن دليله إيه؟ عقلي ونقلي أيضا. طيب جيدا، ومثل ذا، عرفنا معنى التمثيل هنا ومعنى التشبيه لله، إذ كل من كل فكل من كل فشرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله. خلاص، يعني الله ولرسله من واجب وجائز ومستحيل، ومثل ذا لرسله فاستمع. هنا لما قال فاستمع ايه معنى استمع؟ قالوا ممكن تكون هذه الكلمة ولا يريد أن يقول لك استمع، وإنما يريد أن يقول لك اعتقد. إيه معنى؟ لماذا كمل أو أكمل البيت بهذه الكلمة ومثل ذا لرسله فاستمع؟ يعني قالوا هذه كلمة تكملة، يعني عشان يجيب الوزن كده أو يجيب البطن تكملة فقط، بس كده فقط. ويحتمل أنه تنبيه على الاعتناء بهذا الكلام، يعني كأنه يريد لك أن يقول استمع، بمعنى إيه؟
خذ ما يوحى إليك عن طريق السماع والإوصال والتعلم، تنبيه يعني أو كلمة بيكمل بها البيع. وأصل الكلمة فاستمعا بالنون، لأن نون التوكيد الخفيفة، زي يقول لك اضربا زيدا، لما عاوز أخليها ثقيلة أقول اضربن. وجمع الله تعالى بينهما في آية واحدة، لا يسجنن ولا يكونن، مش ولا يكونن ولا يكون من الصاغرين. وفين نون التوكيد الخفيفة زي لنسفعن مش لنسفعن، لنسفعن تبقى تبقى ثقيلة. يبقى هي المراد بها الألف دي أصلها نون التوكيد الخفيفة. طب لماذا قلبت ألفا؟ قالت لما وقف عليها، يعني نون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليها تنقلب ألف في الكتاب. ولذلك قال ابن مالك في الألفية وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، يعني زي ما الشاعر البيت يقول فلا تعبد ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، يعني فاعبدا خلاص كده. لأن إذا وقفت عليها تنقلب ألفا، ولكن في المصحف بتكتب ألف رسم، لما لما تكتبها في غير القرآن رسم العثماني لا يقاس عليه، إنما لو كتبتها كده فاستمعا يبقى تكتبها نون، تبقى نون. لكن لو بتقولها في الكلام ووقفت عليها تقلبها ألف، تقلبها ألف، تقول لا تسمع إلى هذا اللفظ وإلى العلماء فاستمعا، تقول فاستمع إذا وقفت عليه. أما إذا بتوصل فاستمعا، إذا إذا تقلب ألف عند عند الوقف فقط، والله هذا نعم. بس بشرط يكون قبلها فتح، إذا لم يكن قبلها فتح ما ينفع، يعني هذا هذه القاعدة أبدلنها بعد فتح، بعد بعد فتح تبدل نون التوكيد الخفيفة عند الوقف ألفا، بس بشرط أن يكون بعد بعد فتح. والمثال كما تقول في قفا، قفا زي قفا نبكي، إذ كل من قلد في التوحيد، أو ده البيت اللي حنبدأ فيه الآن كده، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يقل من ترديد. تعال كده نشوف هنا إيه موضوع التكليف. إذا عندك ثلاث أشياء في علم، في ظن وفي تقليد، وبعد كده في ايه تاني جهل، ايه في حاجه تاني يبدا. اذا ايه اول حاجه نحرر الايه المقصود من الكلام، ادراك نسبه ما، يعني العلم ده ايه، ما هو العلم؟ هو ان تدرك النسبه، النسبه يعني معناها العلاقه بين شيئين او بين امرين. فاذا ادركت العلاقه بين شيئين أو بين أمرين يسمى هذا علم. زي كقولك الكون يعني العالم ذا حادث، أو الإله واحد، يعني نسبت شيء لشيء، نسبت شيء لشيء، أو العلاقة بين شيء، نسبت الحدوث إلى الكون ونسبت الوحدانية إلى إلى الله تعالى، أو معناه إدراك. فهذا الذي نسبته إن كان موافقا للواقع، يعني الواقع هو كذا الإله واحد والكون حادث، مع يعني أنت نسبت شيء لشيء والواقع يقر بهذه النسبة، يعني صحيحة في الواقع، وعندما نسبتها نسبتها على وجه الجزم والقطع بها وإقامة الدليل عليها، فهذا يسمى علم. يعني أنت شوف كذا نسبت، قلت كده الله واحد، الإله واحد، هذه القول أو هذه النسبة
واقعي يعني في الواقع هو فعلا إله واحد ولا متعدد؟ إله واحد. واحد. عندما قلت ذلك قلت على سبيل الاعتقاد والجزم. إذا كده إيه؟ لا تمام كده؟ اعتقاد وجزم. ثم أقمت الدليل على حدوث الكون أو على وحدانية الله، ده اسمه إيه ده؟ علم. إذا عرفنا العلم هو إيه؟ إدراك نسبة ما بين أمرين أو بين شيئين تمام؟ على ما هي عليه في الواقع مع الجزم، مع الجزم القاطع وإقامة الدليل، ده اسمه إيه؟ علم. صح. فإن نسبت شيء يعني أدركت، والنسبة إدراك والإدراك نسبة، إن نسبت شيئا لشيء آخر وكان ليس واقعا، يعني أنت عملت علاقة بين شيئين وهذه العلاقة في الواقع غير موجودة أو موجودة في الواقع بس على خلاف ما قلت، يا إما تكون مش موجودة أصلا يا اللي موجود عكس اللي أنت إيه اللي أنت قلت، ثم مع إنها غير موجودة ومع إنه اللي أنت قلته إيه عكس يعني إما كده إما كده، وكنت جازما بها يعني كده قيلها على سبيل القطع والجزم مع أنها كاذبة في الواقع أو مخالفة، يبقى هذا يسمى جهل. واضح كده؟ يبقى إذن الجهل ما هو؟ إدراك النسبة اللي هي غير موجودة في الواقع أو المخالفة يعني مش موجودة أصلا أو الموجود مخالف لما قلت، فهذا يسمى إيه؟ شكرا لك. ما هي الجهل المركب؟ ما لسه ده المركب اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنقوله هو إيه؟ هو المركب. الجهل البسيط هو إيه؟ أن يجهل الإنسان بالشيء، يعني يقال له ما هذا فيقول لا أدري، هذا جهل بسيط. أما إذا كان يدري شيئا على خلاف ما هو عليه إذا جمع جهلين، الأول جهله بالشيء والثاني جهله بجهله، إذا جمع إيه؟ جمع جهلين، يعني قلت لك أي مسجد هذا؟ فقلت لا أدري، كده أنت اسم الجهل، ما هو عدم الدراية عدم العلم إيه ده جهل. إذا قلت لي هذا مسجد عمرو بن العاص، إذا ده جهل مركب، إما أن يكون بسيط أو يكون إيه؟ مركب. يبقى إذن إدراك نسبة غير موجودة أو موجودة بس على عكس اللي أنت قلته وكنت جازم بها يسمى إيه؟ جهل. ولذلك يسمى اعتقاد النصارى جهل لإيه؟ لأنه الموجود في الواقع الحقيقة يعني خلاف ما يقولونه بتعدد الإله، هذا إيه؟ جهل، مع أنهم يجزمون به ويعتقدونه. فبنبقى إذن قلنا كده إن كانت النسبة ليست واقعة أو مخالفة فالجزم بها إيه؟ جهل. متى يسمى علم؟ إن كانت النسبة واقعة وعليها إيه؟ وعليها دليل. خلاص كده؟ هنجيب مثال يتبين إيه به المعنى أكثر وأوضح. مثلا من أدرك، الإدراك يعني الفهم، والإدراك إما يكون تصور إما يكون إيه؟ تصديق. من أدرك أن المنع والعطاء، يعني الله تعالى يعطي من يشاء وإيه؟ ويمنع من يشاء، فمن أدرك أن المنع والإعطاء يجريان على أساسه، يعني ربنا بيعطي ليه ويمنع ليه، هي الحكمة في أنه اداني أنا ومنعك أنت، أو ما أو يعني أعطاك أنت ومنعني أنا، إذا أعطاك كده من يمنعه؟ ومن ذا الذي يعطي إذا ما منعك؟ يبقى إذن هنا في الحالة دي لو واحد أدرك أن المنع ده والعطاء يجريان على أساس الابتلاء في هذه الدنيا، يعني هي العملية
لا ربنا سبحانه وتعالى لا اللي بيعطيه ده دليل على انه بيحبه او بيكرمه، ولا اللي بيمنعه دليل على انه بيهينه او يبغضه، انما العمليه ده امتحان حتى يظهر شكر من اعطيه وصبر من ايه من منع. فاذا فهم الانسان وادرك هذا ان المنع والاعطاء اساس الابتلاء واقام الدليل على ذلك فهذا عالم يسمى عالم. اما من ادرك ان المنع والاعطاء على اساس المحبه والبغض الجاهل، يعني هو يعتقد كذا انه طالما اداله ربنا حتى لو كان فرعون يبقى بيحبه، واذا ما ادالوش حتى لو كان نبي من الانبياء يبقى ما يحبوش، اذا معنى كذا هيترتب على كذا فساد في العقيده. يبقى معناها اذا راى النعمه مع المعصيه هيكفر، واذا راى المنع مع الطاعه هيضل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه احتلى، يعني بيقول لك انه الاساس هو الابتلاء. فايه؟ فاكرمه ونعمه، يعني نعم وريحه وهيصه تمام. وبعدين فيقول ربي ايه؟ اكرمن، يبقى ربنا اكرمني بيحبني وانا معزز ومدلل عند رب العالمين. لا بلاش من ده. واما اذا ما برضه ابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا. كلا مش مسلطة على الثاني، ده مسلطة على الاثنين. يعني عاوز اقول لك لا الاكرام ده والانعام دليل على المحبة، ولا الضيق ده دليل على الاهانة. كلا يعني لا اهانك لما ضيق، ولا اكرمك لما ده ابتلاء. اذا نجحت ده انت مكرم، اذا ما نجحت مترتب على النتيجة مش على نفس الايه. يعني اللي هيستعمل العطاء في الخير جزاء اكرام، واللي هيستعمله في الشر جزاء ايه، يعني مش نفس الايه. يبقى كلا معناها لا ده دليل على ده ولا ده دليل على ده. انما الجاهل يربط بين ايه ذلك. يبقى الذي يربط ويظن ان المنع والاعطاء على اساس المحبه يبقى ايه، والبغض جاهل. ولو جزم بإدراكه، وربما دفعه إدراكه الخاطئ إلى ما لا يحمد عقباه في الدين، حيث يربط تلقائيا بين الطاعة وبين الإعطاء وبين الإيه المعصية وبين الإيه وبين المنع، فهذا يجعله ينكر إذا نزل البلاء بالطائع، أو يضل أو يكفر إذا إيه أنعم الله تعالى على العاصي أو على الكافر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر، مش اللي يؤمن، بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وان كل يبين لك ده ابتلاء وده امتحان للناس. طيب اذا عرفنا العالم منه اللي عرف انه الاعطاء والمنع ده على اساس على اساس الابتلاء، والجاهل اللي اعتقد حاجه ثاني غير واقعيه. الواقع انه ده ابتلاء مش محبه ولا ده اسمه ده ايه؟ جاهل، وان كان جازما بما اعتقد. اما من لم يستطع يا ما استطعش اللي هو أدرك نسبة أي نسبة وهي مطابقة للواقع، يعني هي في حق في نفس الأمر، ولكنه لم يستطع أن يقيم الدليل عليها فهو مقلد وإن كان جازما بما أدرك. هذا هو التقليد، يعتقد نسبة شيء لشيء آخر أو علاقة بين أمر وأمر آخر، ولكن هذه العلاقة ليست كاذبة وليست خاطئة، هي موافقة والواقع يصدقها وهي حق، ولكنه لا يستطيع أن يقيم عليها الدليل. هذا هو الإيه؟ هذا هو المقلد، وإن كان جازما فيما إيه؟ أدرك. إذن إيه تعريف المقلد؟ جبنا الأمثلة دي كلها عشان نصل إلى تعريف المقلد. عندنا علم
وعندنا جهل. وبعد كده ظن وبعدين ايه تقليد. وانت ما دام كله داخل في الظن، الظن ده لا بد من الحق شيء. يبقى التقليد تعريفه ايه؟ هو ان ياخذ المكلف بقول الغير من غير ان يعرف دليله. ياخذ واحد مكلف، اذا كان مش مكلف خارج الدائره سواء قلد او غير مكلف، يبقى ان ياخذ المكلف بقول الغير من غير ان يعرف دليله. ايه معنى الاخذ بقول الغير من غير ان يعرف الاخذ؟ ما المراد بالاخذ؟ ليس المراد بالاخذ التحمل او الروايه، لا، وانما المراد بالاخذ اعتقاد مضمون الماخوذ، يعني يعتقد المضمون سواء كان الماخوذ ده. شو قلنا؟ ان ياخذ المقلد بقول الغير اللي هو المقلد، مقلد في ايه؟ مقلد. ان ياخذ بقول الغير من غير ان يعرف دليله. افرض اخذ بفعله مش بقوله، يعني واحد يجي واحد يصلي فصلى، او بيتصدق فتصدق، او بيصوم فاقدر. احنا قلنا ياخذ بقول، لا، قال لك هنا القول يشمل ايه؟ المضمون، يعني يشمل القول والفعل والتقرير. المراد بقول الغير الأخذ بقول الغير، أي بمضمون المأخوذ، ويشمل إيه؟ القول والفعل والتقرير. ولذلك قلنا خرج التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة فهم عارفون لا مقلدون. يعني إذا المشايخ أو الأساتذة ذكروا الأدلة والبراهين ونصبوها للتلاميذ، ثم أخذ التلاميذ بمضمون قول الشيوخ بعد ذلك، فهم إيه؟ عارفون، يعني عالمون، ليسوا إيه؟ مقلدين، لأنهم أخذوا مع المضمون أخذوا الأدلة. وقلنا المقلد ليس عنده إيه؟ ليس عنده دليل. كده فهمنا تعريف التقليد. الأخذ أخذ المكلف بقول الغير، المراد بالأخذ يعني اعتقاد مضمون المأخوذ اللي هو قول أو فعل أو تقرير. وجدنا مثال فاكرينه، لو جماعة خرجوا مثلا قبل شهر رمضان أو في آخره لتحري رؤية الهلال، فواحد أبصر الهلال فأخبر من معه فصدقوه ولم يقولوا له أرنا الهلال، أو لم يشاهدوا مثل إيه ما شاهد، فهؤلاء مقلدون. أما إذا أخبرهم برؤية الهلال وسارعوا إلى أن يروه زي ما هو رأى، قالوا له أرنا ورأوه مثل ما رأى، خرجوا من التقليد. لو أنا خدت معي 10 رحنا إلى جبل المقطم عشان نشاهد الهلال، وأنا رأيت الهلال ثم أخبرت من معي فصدقوني، ما فيش يوم واحد كان يعني الجدول كلهم إيه؟ مقلدين. أما إذا قالوا لي تعال فين نشوف ورينا دي الرعد والحر، ثم رأوا كما رأيت، خرجوا من إيه؟ خرجوا من التقليد. بمثال الهلال ده يصلح لهذه الإيه؟ التعريف. ده هنا ايه؟ الايمان الايه؟ المقلد. خلاص كده؟ اذ كل من قلد في التوحيد. عرفنا مقلد يعني يلزم منه يكون فيه في مقلد وفيه مقلد. المقلد ده اللي هو ايه؟ فاعل التقليد. والمقلد ده اسم ايه؟ مفعول. طب لما قال هنا كل من قلد في التوحيد، هل يريد يعني في أدلة التوحيد ولا في علم التوحيد؟ يعني مثلا لما قال كل من قلد في التوحيد، ما علم التوحيد فيه إلهيات وفي نبوات وفي سمعيات،
يعني مثلا في الإلهيات في باب الوحدانية في التوحيد فقط في إقامة البراهين ما يصحش التقليد، وبالنسبة لباب النبوات والسمعيات يجوز فيه التقليد، ولا المراد إيه مبحث الوحدانية فقط وهو هنا عمم. فلا فالمراد فما المراد بالتوحيد هنا؟ إذ كل من قلد في التوحيد، فالمراد بالتوحيد ليس مبحث الوحدانية وليس باب الإلهيات، وإنما المراد به علم العقائد ولو تعلقت بالرسل، يعني أبواب التوحيد كلها حتى الإيه الخاص بالرسل وحتى الإيه باب السمعيات. يبقى مش المراد إيه مبحث الوحدانية أو باب الوحدانية، وإنما المراد علم الإيه علم التوحيد، يعني علم العقائد ولو تعلقت بمين؟ بالرسل أو بإيه؟ بقسم الإيه؟ السمعيات. إذا هذا هو حكم الكلام هنا على حكم إيه؟ التقليد في إيه؟ في باب العقائد، في باب الاعتقاد، مش كده؟ وليس المراد في خصوص الإيه؟ الوحدانية. إذا هنا الحكم عام، إذ كل من قلد في التوحيد يعني في علم العقيدة في باب الاعتقاد حتى وإن كان متعلقا بالرسل، لأنه من ضمن مباحث علم التوحيد إلهيات نبوات إيه؟ سمعيات. هذا يجرنا على إيه؟ إنه في حكم ثاني للتقليد هنا الممنوع والمحظور اللي هو في العقائد، إنما في الفروع في الأصول يعني، إنما التقليد في الفروع أقلد أبي حنيفة، أقلد مالك، أقلد الشافعي، أقلد أي عالم مشهد بالشرط الأربع. يبقى في هذه الحالة إيه الحكم؟ هل هو يريد الكلام على أمر التقليد عامة ولا على التقليد في باب العقائد فقط؟ ها؟ يبقى يتكلم عن التقليد في باب العقائد فقط. أما التقليد في التبليغ، لأنه باب العقائد مبنية على اليقين، واليقين ما يكونش إلا عن علم. أما الظن ده لا يفيد الإيه؟ لا يفيد العلم، يعني مش يقين. والله تعالى يقول في كتابه آل جمعة أصول المحرمات، قل إنما حرم ربي الإيه الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء الشيخ الألوسي قال إيه ظاهر الآية كده، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ما لم توقن إنه هو ده من ما تقولوش، يعني معنى كده ظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأسا، لأنه إيه اللي بيقابل العلم؟ يقابله الإيه؟ الظن هنا. وليس علق هنا الألوسي قال ليس منه اتباع لمجتهد، يعني ليس من هذا القبيل الذي حرمه الله تعالى ومنعه اتباع الايه المجتهدين، بناء على ايه؟ على انه يعمل، يعني واحد يقول لك المجتهد ده بيعمل بمقتضى ظنه الحاصل من النصوص، يعني هو كده غلب على ظنه بقدر اجتهاده وبقدر معرفة ان هذا هو المراد او ان هذا هو حكم الله، لكن ليس يقينا انما على حسب غلبة الايه الظن، لأن الحكم المظنون للمجتهد مش للأصول يجب العمل به للدليل القاطع، مع أنه هو مظنون. إيه هو الدليل القاطع الذي قام على أنه يجوز العمل أو تقليد أئمة الاجتهاد فيما وصلوا إليه باجتهادهم من أحكام في الدين؟ الإجماع. فمعنى هذا أن
أنه بواسطة الإجماع على وجوب العمل بأقوال الأئمة المجتهدين أو بما وصلوا إليه باجتهادهم صار المظنون به معلوما، إذا مش في نفسه وإنما بواسطة الإيه؟ بواسطة الإجماع. أصبح هنا كده أجمعت الأمة على أنه يجوز تقليد أئمة الهدى وأئمة الاجتهاد، فصار هذا المضمون بعد أن تلقته الأمة بالقبول وعملت به وأجمعت عليه صار إيه؟ معلوم. صار معلوما. لذلك الإمام القرطبي يقول كده فرض على العامي أن يسأل العلماء، إن هو مش هينفع شيء هيتخبط هيجعلها ضلالة، فرض عليه أن يسأل العلماء عما يحتاج إليه من أمور دينه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف كلام القرطبي، فرض على مين؟ على العوام. قال بل وفرض على العالم أن يقلد عالما مثله في نازلة أخرى خفي عليه فيها وجه الدليل. يا لو عالم من كبار العلماء وفي مسألة معينة خفي عليه فيها الاستدلال، يجب علي أقلد عالم تاني لحد أنا ما أجمع له الدليل أو أصل إلى إيه؟ إلى الحكم. فقال القرطبي بل وعلى العالم أيضا أن يقلد عالما مثله، وهو الأئمة الأربعة المجتهدين كانوا يقلدون بعضهم في بعض الأمور، وعلى العالم أن يقلد عالما مثله في نازلة، يعني في مسألة نزلت به خفي عليه فيها وجه الدليل أو أراد أن يجدد فيها الفكر، يعني عاوز يعيد فيها النظر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوت. يعني مثلا في عبادة في وقت معين مثلا زي زكاة الفطر، عشان نشوف الأدلة أو على حكم الحقيقة أو حاجة معينة كده، فلو قعد عوده شهر عشان يبحث ويجيب المراجع والكتب ويصل إلى الحكم فحيفوت وقت الايه؟ العبادة. ففي الحالة دي يجب عليه أن يقلد حتى يبحث براحته، يقول شلق 10 سنين في البحث، المهم الآن عشان ما يفوتش وقت الايه؟ العبادة أو الضاعة، يجب عليه أن يقلد إلى أن يبحث. إبقى موضوع التقليد في الفروع ده إجماع، أقول إيه؟ ما منعه أحد وما قال أحد أنه يجب على العوام أن يشهدوا كما شهد العلماء. يبقى الحكم هنا والكلام اللي معانا هنا إن كل من قلد في التوحيد، يعني في الأصول في العقائد، العقائد كلها وليس في مباحث التوحيد أو الوحدانية بخصوصها، فجميع العقائد ولو كانت متعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز فيها الحكمنا، إذ كل من قلد في التوحيد، يعني في باب العقائد، يفهم من هذا أنه إيه؟ باب الفروع يجوز فيه الإيه؟ التقليد. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. هي معنى إيمانه، نقولنا المقلد ده ممكن يأخذ بقول الغير جازما به، يعني ممكن أعرف يكون مقلد وجازما بقول الغير. المشكلة عنده فيه مش في أنه جازم أو شاك، لأنه لو كان شاك إذا الموضوع ده خرج أصلا، يعني لو كان الاختلاف إلى في إيمان المقلد في الإيمان هو مبني على التصديق الجازم، أما إذا كان شاكا فهذا ليس مؤمنا أصلا لحيث. فكيف يقول هنا يجمع بين الجزم وبين التردد؟ قال إن كل من قلد في التوحيد
إيمانه لم يخلو من ترديده. إيه معنى الترديد هنا؟ التردد يعني الترديد يعني معناه التردد والتحير. يعني زي كأنه أنا كده متردد في الأمر، حائر مضطرب مش عارف أعمل إيه. يعني يقول لك المقلد ده متردد، كيف يكون مترددا وهو إيه؟ جازما بقول الغير. لا يجتمع الجزم مع الايه؟ مع التردد، لانه التردد معناه شك وحيره واضطراب. يبقى هنا في سؤال، هنا السؤال هنا لما قال ايمانه، ما معنى إذ كل من قلد في التوحيد ايمانه؟ لا يريد بالايمان المعرفه. لما هيجي هنا ايه البيت اللي بعده، لا غير ده، اللي بعده اللي هو ويزن بأن أولا مما يجب معرفة. فلا يقال هنا الخلاف في أنه معرفة، لا، لأن المقلد ليس عنده معرفة أصلا، المعرفة دي علم عندوش، المعرفة عن الدليل. فما معنى إيمانه؟ يعني تصديقه، اعتقاده الذي اتبع فيه غيره. يبقى هنا ايه؟ قلد، يبقى معناه تصديقه يعني جزمه بأحكام التوحيد، كل ما في الأمر أنه جزم بها واعتقدها، ولكن بغير دليل، بغير أن يعرف أدلة مقلده. فكيف يقول الشيخ هنا، الشيخ اللقاني، إيمانه لم يخلو من ترديد؟ عرفت الإشكال فيه؟ استشكل بأنه متى كان جازما، متى كان جازما لا يكون مترددا أصلا. يعني كيف يجتمع الجزم مع الإيه؟ مع التردد. يبقى الإجابة إيه؟ نعم، لا، العلماء ما ترددوا. يعني العالم لو تردد يبقى معناها ايه؟ برضه رجع الى انه شك، لا شك. اذا هنا ايمان، كيف يكون ده ايمان؟ اذا كان المقلد ما رضيناش ايمان الجازم نفينا عنه التردد، فننسبه للعلماء اللي هم مبني. ما يختلفش اقوال العلماء لا يسمى ترددا، لانه ده قال بقول وجبر ما ترددش فيه. وانت قلت بقول خالفت الصح فيه، انت قولك ما فيش تردد، وانا عندما قلت ما تردد، كل فينا واحد فينا راسك عند قول وتاب. فكيف ينسب الترديد او التردد الى العلماء ولكنه منسوب الى ايمان المقلد ايضا؟ واحنا لسه قلنا ده ايه؟ ايمانه يعني جزمه. فكيف يكون جازما؟ يعني كيف يجمع بين كون هذا الايمان جازم ولكنه يخلو عن الدليل، ثم يقول لم يخلو من ترديد؟ لا يريد أن يقول لنا بأن إيمان المقلد فيه إيه؟ تردد، ولكن يقول لنا لم يخلو من ترديد، يعني من قبول الترديد. يبقى مش معنى كده أنه التردد أو الترديد ممتزج بإيمان المقلد، مع انه هذا القول جازم ولكنه يقبل كده. يعني هو في فرق بين جزم وجزم. انت كده جازم 100% ان انا صادق، ايوه جازم وعند الادله. فلو اجتمعت عليك الشبه مش ممكن حتترك ايه؟ هذا الجزم. ده انت كده جازم، لكن في واحد جازم وان شكك كده اقل شك يتردد ويقول لك لا انا مش جازم، انا كنت انا متاسف انا غلطان. الجزم مع أنه جازم ولكن جزم هذا ممكن ينسخ، ممكن يعود في كلامه، ممكن إيه؟ يتغير، بخلاف اللغة مبني على أدلة وقواعد، لا ما يتزحزح. حتى لو تزحزح جبل من مكانك فهذا إيه؟ ثابت على قولك. إنما المقلد أقل شبه تجعله يتردد. فليس المراد، نفهم الكلام مضبوط، ليس المراد أن إيمان المقلد ممتزج بالتردد أو الحيرة،
ولكنه قابل لها عند إيه؟ ما تعتريه الشبه. فهمنا لسه؟ يبقى مش معنى كده انه ايمانه نفسه فيه تردد، يعني هو متردد لا، ولكنه ان شكك يقبل. اما العالم ان شكك لا يقبل. واضحت لسه؟ يبقى هذا الفرق بين اللي معاه دليل واللي معاه ده، هذا هو الفرق. يعني لما شفت الهلال بعيني ورأيت وانا موقن، لو اجتمع اهل الارض على انه يشككوني مش حق انه انا شفت، انا شفت فلان ده هو يذبح فلان مهما قالوا لي مش حق. بخلاف لما انا كنت اخبرت واحد وواحد ده صدقني، وراحوا جماعه قالوا يا ريت وين انت واقف فيه خاطر ده ضايل ضال كبير انت مش الصور، وبدأوا يقولوا له على ايه؟ على شبه، يروح في الحال يقول لك لا والله انا يغير كلامه. يبقى هذا الفرق بين اللي رأى وبين اللي هو ايه؟ لم يرى. وليس ايه المراد بالترديد يعني انه الايمان ممتزج به، ولكن معنى لم يخلو من ترديد يعني من قبول. يعني عاوز يقول لك هذا الجزم ليس جزما كجزم العالم، ولكنه جزم يحتمل انه ايه يرجع فيه او يتغير. اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم ايه يخلو من ترديد. اذ كل من قلد، يبقى هنا المنع او المذموم هو ايه؟ التقليد المذموم هو ما يتعلق باتباع الكفار لآبائهم في الباطل. يعني مش كل تقليد مذموم، يعني احنا مثلا بنقلد علماء ونثق في علمهم وانه عندهم أدلة وناس مجتهدين وعلماء، ومع ذلك حتى احنا لم نصل الى كيف استنبطوا هذه الأدلة، حتى ممكن ما نعرفش الأدلة نفسها، ولكن نقلدهم لأنه انعقد الإجماع على أنه من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم. فليس المراد هذا، إنما المراد هو إيه؟ التقليد المذموم الذي يتعلق باتباع الكفار لآبائهم في الباطل. أما التقليد والاتباع في الحق فهو أصل من أصول الدين. خلاص كده؟ اتباع الحق المراد هنا وإذا قيل لهم إيه؟ اتبعوا ما ان قالوا من نتبعوا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني معنى كده يريد ان يقول لك لو كان اباؤهم على هدى وكانوا مهتدين وكانوا عقلاء وكانوا، هل كان القران ذمهم على اتباع ابائهم؟ هم متى ذمهم؟ لان اباؤهم على الباطل، اما لو كانوا على الحق لا ذمهم. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. اقرأ كده يا شيخ. وحاصل من حط عليه كلام الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلوم وعلم شيخنا في الدارين امين. وحاصل من حط عليه كلام الاشياخ ان من عرف الله بالدليل ولو جمليا ولو لم يكن بصلاح اهل الكلام فهو مؤمن اتفاقا. يعني مثلا يجب كده النظر كده، اتكلم عن احكام التقليد وعن مذاهب العلماء فيه، انه يجب عليك النظر، يعني يجب عليك ان تعرف الله تعالى بالدليل. الدليل ده اما ان يكون دليل تفصيلي، هو ده بتاع علماء مين؟ اهل الفن وعلماء الكلام والعقائد، اللي هو ايه معنى تفصيلي؟ يعني معناها رد الشبهه وتفصيل الدليل والمقدمات والنتائج. اما الدليل الجملي ده اللي هو معجوز عن تقريره وعن دفع الشبه، يعني في الجمله هو دليل لكن صياغته وتفصيله يعجز عنها، مع اسلوبه ما يقدرش. يعني لو سالته كده ما الدليل على وجود الله فقال لك هذا العالم. العالم لو ما فيش اله ما كانش يبقى فيه عالم. هيقول لك كده
فلو قلت له ما وجه الدليل لا يعرف، ما وجه الدليل او فصل كده الدليل او جبت له شبهة فراح ساكت، ده اسمه ايه؟ فما المراد بالدليل هنا؟ هل الأدلة التفصيلية اللي بتاعت علماء الكلام، ولا الأدلة اللي في الجملة التي يعني هي قولان أصحهما الأول؟ ابن المراد بالدليل الدليل ولو ايه؟ ولو جملي، يعني ولو في الجملة، حتى ايه نخرج من، لو قلنا تفصيلي يلزم على هذا تكفير العوام، عامة الأمة كله رحمنا، إنما إيه العوام بهذا الكلام، العوام ليسوا مقلدين لأنهم عندهم أدلة في الجملة، يعني الأعراب اللي ولا درس علم كلام ولا راح الأذى ولا الحاجة ولا الجوهر ولا خريد ولا شيء، سئل قال البعرة، الأعراب دليل، يعني كبار علماء الكلام بيستشهدوا به، يبقى معنى هذا انه ده اسمه دليل في ليه الجملة، اذا خرج ايه العوام من رقة التقليد، ولذلك هم حشو الجنة، يعني من اهل الجنة. يبقى المراد هنا بالدليل مش شرط يكون دليل تفصيلي على ايه قاعدة اصطلاح علم الكلام. ومن عرف بلا دليل اصلا بل بالتقليد ففيه ستة اقوال. خد بالك، يبقى الذي يعرف الله تعالى بالدليل ولو كان دليل جملي الجملة، إذا ما تقولش من العوام المقلدين لأنهم عندهم أدلة في الجملة، يعني جيب مثلا امرأة عجوز في ريف أو في صعيد مصر فتقول لها ده ما فيش إله، تقول لك مش مستحيل، مش ممكن في سفينة تمشي كده من غير، بس كده وتروح ساكت، أو تقول لا لا ده إلهين، تقول لك لا المركب اللي فيها رئيسين تغرق، ده دليل، فهي خرجت بكده من التقليد. أما لو قلت لها الدليل على فقالت لك لا أعرف أو سكتت، هنا اللي فيه الاختلاف، اللي فيه الاختلاف مش اللي هو إيه في الدليل الإيه في الجملة، إنما في الدليل الوسط الأول. إذا من عرف تاني، من عرف الله تعالى بالدليل، يعني بأي دليل ولو جمليا ولو لم يكن باصطلاح أهل الكلام فهو مؤمن اتفاقا. أما الخلاف في مين؟ لا الخلاف في مين؟ الذي يعرف، يعرف الله تعالى ويؤمن به ولكن بلا دليل أصلا، يعني لا إجمالي ولا تفصيلي، يبقى ما عندوش دليل في الأصل فيه ستة أقوال. الأول لأبي هاشم الجفائي رئيس المعتزلة ونقله عن أهل السنة كذب. إيه معنى نقله عن أهل السنة كذب؟ يعني نسب هذا القول لإمام أهل السنة لأبي الحسن الأشعري أنه قال بكفر إيه؟ وبرأه منه العلماء، قالوا هذا القول مكذوب عليه. ولكن قال لك نسبته إلى أهل السنة، هو منسوب مش لأهل السنة، لأبي الحسن، لما أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة، ومعناها إذا كان الإمام رئيس القوم يقول كده ومعناها أتباعه يقولون به، ولذلك قال إلى أهل السنة، وإن كان هو قول مين ولكنه مكذوب عليه على ما حققه مين العلماء، يعني الإمام القشيري، قشيري الإمام القشيري كذب نسبته إلى أبي الحسن الأشعري. ليه؟ لأنه يلزم عليه إيه؟ تكفير العوام. أن إيمانه غير صحيح والآخرة، وأما الدنيا فاتفقوا على إيمانه. خد بالك، يعني الكلام ده اختلاف في حكم المقلد على ستة أقوال أو أكثر أو أقل، هذا بالنسبة إلى إيمانه في الآخرة، يعني بينه وبين الله، أما بالنسبة للدنيا طالما نطق بالشهادتين سواء مقلد مش مقلد عام خلاص تجري عليه أحكام الإسلام، فكلمة مقلد بالنسبة لما بينه وبين، يعني بالنسبة لأحكام الآخرة، أما بالنسبة للدنيا لا، ما دام نطق بالشهادتين خلاص إذا أصبح مسلما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله
فتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ما تجيش تقولوا تعال أنت مقلد فان الدلالة، خلاص طالما نظر تجري عليه. هذا الخلاف في إيه؟ في الآخرة. يعني لما قالوا إيمانه غير صحيح لا يقصدون في الدنيا، لو كان إيمانه غير صحيح في الدنيا لا تجوز مناكحته. لو جاء واحد مقلد يتزوج بنت حقول له انت راجل مقلد، او مثلا لو مات ما ندفنوش في مقابر المسلمين او ما نصليش عليه، انما الاحكام الدنيويه تجري عليه. امال الكلام ده فين؟ اقول لك ايمانه غير صحيح في الاخره. الثاني هو صحيح الا انه عاصي للنظر المصرف كان فيه اهليه للنظر ام لا. يعني القول الثاني ده خد بالك وحياتي فيما بعد ان هذا القول هو ارجح الاقوال وهو اصوبها وهو القول الحق الذي عليه الجمهور، اللي هو احفظه لان ايمان المقلص صحيح الا انه عاص في حال واحده، اذا كان عنده اهليه للنظر. اما اذا لم يكن عنده اهليه يعني خلاص كده مخه ضارب، يبقى في هذه الحال ليس بعاصي. يعني ايمان المقلص صحيح مع العصيان ان بشرط ان كان فيه اهليه، اما اذا لم يكن عنده اهليه فليس بعاصي. نعم يعني ايه معنى عنده اهليه؟ يعني عنده قدره على انه يتعلم ويبحث وينظر. اما ان كان ابله مغفل ياخذ السنه في 3 سنين ده من احسن ما ينظرش، بلاش ما عندوش اهليه مش عاصي، يبقى ليس بعاصي. يعني لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ما اتوش الذكاء ولا العلم هيعمل. فاما الثاني اللي عنده يعني مثلا انسان نادر ويستطيع انه يتعلم ويدرس الطب، كان يقعد كده من غير تعليم وعنده النبوغ ممكن يحقق نفع لبلده واهله ويترك التعليم ده يبقى عاصي. انما واحد قعد 10 سنين في سنه اولى يبقى ده عاصي اذا استمر، ده يجب عليه الترك. هو صحيح إلا أنه عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر. يبقى خد بالك الثاني هو يقول الثاني ثاني. الثاني هو صحيح إلا أنه عاصم بترك النظر فقط كان فيه أهلية للنظر أم لا. يعني لما شوف كده إن كان فيه أهلية يبقى إيه؟ ها؟ يبقى عاصم. ما فيهوش أهلية فلا عصيان. لذلك الإمام البيضاوي في التفسير له تفسير، وأيضا هو من علماء الكلام، بعد ما فسر الآية في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر إلى آخر الآية. هذه الآية فيها مظاهر الكون وفيها إيه نظام المحكم على إيه الموجد الحكيم سبحانه وتعالى، وفيها أدلة الوحدانية من خلال الإيه برهان التمام. قال البيضاوي في تفسير هذه الآية أو قال في الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وعلى البحث والنظر فيه، فيها تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وفيها حث على البحث والنظر فيه. كن ربنا بيقين لك الأدلة من خلال هذه البراهين. عاوزيه ثاني اكثر من كده. الثالث هو صحيح الا انه عاصم بترك النظر ان كان فيه اهليه للنظر وكان متمكنا من المعرفه. يعني كانه اضاف الى الشرط شرط ثاني، يعني هذا القول اللي هو الثالث كانه داخل في الاول. يقول لك بس عاصم بترك النظر ان كان بس لا في حاجة ثانية وكان متمكنا من المعرفة. الرابع إن قلد معصوما كالقرآن والسنة فهو غير عاصم إلا فهو عاصم. طيب إيه معنى القول الرابع ده؟ القول الثالث قريب من القول الثاني أو يعتبر إيه؟ يعتبر الثاني والثالث قولا واحدا. نعم؟ القول الثالث إيه؟ يخرج من القول الثاني من كان ليس له
ما هو بيقول لك الثاني عاص مش كده؟ صحيح الإيمان صحيح إلا أنه عاص. نفس الكلام في الثالث لترك النظر مطلقا، تمام كده مطلق سواء كان في أهلية أو أهلية، تمام كده. القول الثاني يقول لك عاص مطلق سواء كان في أهلية أو ما فيش أهلية، لا يبقى هنا الصحيح اللي عليه المعول مش الثاني، الثالث، تمام كده. أنا في الترتيب اللي عندي من الكتاب الثاني الثاني يعني في واحد يبقى القول الثاني خلاص كده اللي هو بيقول لك الإيمان المقلص صحيح ولكنه عاصم حتى سواء كان في أهلية أو ما فيش أهلية، مش كده؟ أما الثاني شرط العصيان بالأهلية كده صحيح، تمام. يلا الرابع إن قلد معصوما كالقرآن والسنة فهو غير عاصم وإلا فهو عاصم. طيب إيه ما يقول لك إن قلد معصوما؟ يعني عاوز يقول لك اللي يقلد الكتاب لأنه النصوص دي معصومة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا إيه، وليس المراد بالسنة اللي هي الآحاد أو الظنية، إنما السنة اللي هي القطعية اللي هي المتواترة. يقول لك هنا إن قلد القرآن الكريم والسنة فهو غير عاصي، طيب وإلا فهو عاصي. إيه يعني ما وجهه إيه التعليل هنا؟ وجهه عدم أمن الخطأ على غير المعصوم. يعني ممكن الاجتهادات بتاعت العلماء والسنوسي والقرطبي والأشعري غير معصومين بخلاف إيه؟ الكتاب الكريم والسنة المتواترة قطعي، قطعية ثبوت، قطعية إيه؟ الدلالة. إذا سبب تعليقهم كده إن قلد القرآن الكريم والسنة إليه لعصمتهما من الايه؟ من الباطل. اما غير الكتاب والسنه يعني مثلا لو واحد مثلا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قولا فاعتقده، طبعا مش هيعرف الدليل بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول وقلده، فلا يسمى مقلدا بخلاف الكتاب والسنه. يعني ايه الفرق بين انه ياخذ بقول الرسول دون ان يعرف الدليل؟ قال لان قول الرسول في نفسه حجه، هو حجه كده في نفسه فيعتبر معاه دليل. ياخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى، لانه هو معاه دليل، هو قول الرسول وان كان لا يعرف يفهم انه معاه الحجه ولا مش معاه. فكذلك اللي ياخذ بالادله القرانيه تمام، بس مش الظاهر، لأنه لو اعتقد ظواهر النصوص ده اعتبر ده أصل من أصول الإيه؟ من أصول الكفر، إنه ممكن يتعارض نص مع نص آخر. يعني واحد يعتقد كده بظاهر النص إن ربنا سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض ولي مكانين مكان كده، خد بظاهر هو الله في السماوات وفي الأرض، لا يجوز اعتقاد ظواهر مش ظاهر النص، من قلد الكتاب والسنة المعصومة، تمام كده. اما غير المعصوم لا يؤمن عليه الايه؟ الخطا. يبقى الخطا فين؟ افرض حدث خطا، والناس اللي بياخذوا المجسمه والمشبهه يقلدون ظواهر الكتاب والسنه، فيقول لك احنا قلدنا او اخذنا بكلام معصوم لا ياتيه الباطل. يبقى الخطا منين؟ ليس من النصوص ولكن من فهمهم لها. يبقى العصمة في النص وليست في الفهم. الخامس أن النظر حرام هو مذهب غالب الصوفية، إنهم يعلمون متى غاب حتى يستدلوا عليه. يبقى الصوفية دول خواص كده، في عوام خواص خواص خواص، دول الطائفة الخاصة. قالوا النظر حرام، ليه حرام؟ قال له انه متى غاب حتى ايه يستدل، انت بتقيم الدليل على حاجه كانها ايه غير ثابته وانت تريد ان تثبتها. ده مش احنا بنثبت وجود الله بوجود العالم، ده العكس، ده بنثبت وجود العالم بوجود الله. ومتى غاب؟ لان الله تعالى حاضر عند الاولياء والكمل ولا يغيب عنهم طرفه. قالوا متى غاب حتى يستدل عليه، ودي من ضمن كلام حكم ابن عطاء الله، ومتى خفي حتى تكون الآثار تدل عليه. بس لما قالوا النظر حرام خد بالك على مين؟
على من كان في مقامهم ومن وصل إلى مرتبتهم، يعني على من كان من أهل الكشف. إذا النظر في حقه حرام، مش بالنسبة لإيه؟ لعموم المسلمين، فافهم. يعني عندما قالوا حرام لا يريدون على مين، لأنه شوف عندك الإسلام والإيمان والإحسان الطبقة الإيه؟ اللي هي الخواص، فيريدون أي على إيه؟ من وصل إلى هذه المنزلة. إذا النظر في حقه حرام، زي إيه؟ زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام جاله سيدنا جبريل عندما ألقي في النار فقال له ألك حاجة؟ طب أنا لو أنت هتهلك في نار هتحرق أو مثلا في غرق وأنا مددت إليك هذه المساعدة قلت لك حاجة، تقول لي انقذني. لو أنت ما عملتش كده تبقى تأثم وتموت كافر لو أنت تركت المساعدة. أما بالنسبة لسيدنا إبراهيم لأنه خليل الله ما ينفعش يطلبها من غير الله، إذا ما جاز أو ما يحرم عليه لا يحرم على غيره. ومنزلتم أنت ما وصلتش إليها، لما تصل إلى منزلة الخليل إبراهيم عليه السلام يبقى لما يجي لك سيدنا لما يجي لك أنا قل لي لا مش عاوز منك حاجة وأهلك. إنما ذا مقام ومقام الخليل. قال أما إليك فلا، أما إلى الله تعالى فعلمه بحالي ومين. فشوف ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. فإذا لم نصل إلى هذه المنزلة خلاص بنأخذ بالأسباب. إذا الخواص ده لهم حكم خاص. فعندما قالوا حرام لا يريدون على الأمة ولكن على إيه؟ على طبقتهم. تيجي واحد يقول لك الصوفية بيحرم النظر على، لا مش على الناس، على واحد مثلا وصل الى مقام المشاهده شايف بعينه تقول له ده هذا الدليل. الدليل اللي كنت تفهمه الاعمى مش شايف. يلا انا مش هسيب الدرجه الكشف اللي بعد الحبيب. ايه مش هسيب الدرجه الكشف اللي بعد الحبيب. لا ده الكشف ده هو موضوع نظرا ربنا يكرمك عليه لسه الشرط لسه. ما هو اذا وصل كده خلاص الحاجات اللي كشف له فيها ادلته عليها هي الكشفية زي الادله النظريه هي تقبل الشرط. ثالث سؤال: النظر شرط كمال، ومن كان فيه افضل النظر ولم ينظر فقد طالب الاولى. يبقى اذا الخامس ده يعني تدروه محذوف. ليه؟ لانه ده خاص، وما كان خاص لا يدخل في الايه؟ في العموم. يعني والله لو انت وصلت للمنزل ده يقول لك ما وصل عمرك ما حتوصل يبقى خليك مع ايه؟ اما السادس بلغ عموما على اي حال انه النظر ده مندوب يعني مستحب شرط كمال، يعني الشرط الاساسي. يعني لو واحد عنده اهليه للنظر اذا فارق هذا القول والسادس الثالث فيه انه الثالث النظر فيه شرط اساسي، يعني ان ترك النظر مع القدره عليه فهو اثم حرام عند الاهليه. اما هذا يقول لك ان تركه خالف الاولى لانه شرط كمال وليس شرط صحه. إذا الحق ده هو القول إيه؟ ها؟ هو القول الثالث. يعني حرام عليك ربنا اداك نعمة العقل ادالك الفكر ولا تستعمل ذلك. من هنا إيه؟ قالوا إيه بالحرمة. أما إذا لم يكن في أهل واعلم أنهم اختلفوا في الإيمان فقيل هو المعرفة، ورد ذلك بأن كثيرا من الكفار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مع أنهم كفار، وكانت المعرفة تستلزم الإيمان فكان كل من عرف أن الله واحد ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله مؤمنا وليس كذلك، وهذا القول مكذوب على الإمام الأشعري رحمه الله. زي ما قلنا احنا حتى القول المنسوب إليه في التقليد إنه الكفر المضلل مكذوب عليه. يبقى المعرفة إنه إيه التقليد وعرفنا أحكامه. الآن بيتكلم فيه دلوقتي ها؟ بالإيمان. ما المراد بالإيمان؟ إن كل من قلد في التوحيد إيمانه. إيه المراد بالإيمان؟ يعني معرفته؟ ها؟ يعني ليه مردود هذا الكلام؟
لأن الكفار ورد أنهم يعرفونه كما يعرف وليسوا إيه بمؤمنين. يعني عاوز يقول لك ممكن توجد المعرفة ولا يوجد الإيمان، ممكن يوجد الإيمان ولا توجد المعرفة، واضح؟ يعني الإيمان المقلد عنده إيمان لكن ما عندوش معرفة. والذين قال الله تعالى فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عندهم معرفة وما عندهمش إيمان، يبقى معناها وجود المعرفة لا يستلزم وجود الإيمان وكذلك العكس. الذين هو حديث النفس التابع للمعرفة، أي قول النفس آمنت وصدقت بعد المعرفة التي هي الجزم المطابق للحق عن دليل. فلو كان حديث النفس تابعا للتقليد لكان مقتضاه أنه ليس مؤمنا. ولكن قال المصنف إن هذا تعريف للإيمان الكامل، فالتابع للتقليد إيمان إلا أنه إيه إن هذا اللي هو إيه تعريف الإيمان بأنه حديث النفس التابع إيه؟ التابع إيه؟ يعني معناها عاوز يقول لك ما هو المقلد عنده حديث النفس، لكن حديث النفس عنده ليس تابعا للمعرفة، ومع ذلك نقول إنه مؤمن. هنا الشاهد فلو صحيح أن هذا التعريف صحيح، ولكنه المراد به الإيمان الكامل. الإيمان الإيه؟ الكامل. يعني عايز أقول لك الحديث النفس اللي هو غير تابع للمعرفة إيمان، ولكن ليس إيمان كاملا. ولكن قال المصنف إن هذا تعريف الإيمان الكامل، هو صحيح. هو هل معقول حتساوي بين الإيمان الكامل من الإيمان اللي هو من غير ما جاهز هو الكلام؟ أو يقال إنه تعريف لأصل الإيمان ويكون جاريا على أحد القولين المتقدمين في المعرفة. وهذا قول الأشعري وأبي رحمة القولين، يقول لك القولين المتقدمين في المعرفة ما هما؟ القول الأول هي الجزم المطابق للحق عن دليل. طب والثاني؟ الجزم المطابق للحق عن غير دليل. خلاص كده؟ نعم. ضم قولان. وهذا القول الأشعري رحمه الله وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراني وجمهورهم. قال ابن عربي رحمه الله تعالى: أقسام الإيمان خمسة. ابن العربي هنا المراد به ابن عربي اللي هو محيي الدين ابن عربي، انه في بعض الناس يضبط كده بالالف واللام يبقى معناه الثاني اللي هو المالكي، انما هنا ابن العربي في ناس يقولها بالالف واللام ويقولها من غير الف واللام، لكن هنا المراد بمين؟ محيي الدين ابن العربي اللي هو الحاتمي الطائي الاندلسي، والثاني برضه اندلسي. خلاص؟ ولكنه هو ايه محمد بن عبد الله بن ابو بكر بن العرب القاضي الفقيه المالكي، ده اندلسي وده اندلسي، لكن الثاني اللي هو ايه الفرق بينهما في انه في الاول بيقولوا ايه ابن عربي من غير ايه من غير الف لام، وفي الثاني حط الالف. الاول امام تقليدي وهو من اخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة. ابن عربي قسم هنا انواع الايمان خمس اقسام، قال اخذ العقائد عن الشيخ والجزم بها من غير دليل، ده هو ايه؟ هو التقليد. الثاني ايمان علم وهو معرفة العقائد بادواتها، وهذا من اهل علم كثير. وكلا القسمين صاحبهما محدود، والثالث ايمان عيان. مش محجوب يعني كافر كلا انه مرضيه، لا يعني محجوب عن ايه عما كشف ليه لهؤلاء القوم، لانه اذا انت كشف لي شيء عينته وانت لم يكشف لك فانت محجوب عن هذا الكشف. بعض الناس فهمها ايه جنة، لا لو بيصف حق ويقرر حق. الثالث الايمان عيان هو معرفة الله تعالى بمراقبة القلب. يعني في ايمان عيان، عارف الايمان العيان ده اللي هو ايه؟ عارف الكفار دول؟
يوم ما يروا الحقائق في الآخر يشوفوا الجنة والنار يعملوا يؤمن، لا يسعهم إلا الإيمان. يعني مثلا لما يشوفوا علامات الساعة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها أمن، لكن لأن هذا إيمان عيان، فإيمان العيان ده احنا ربنا أمرنا نؤمن بالغيب. لما لو آمنت عن معاينة فأنت كده مش مؤمن، لأن الإيمان مبني على الغيب. واضح كده؟ وهو معرفة الله بمراقبة القلب، فلا يغيب ربه عن قاطنه طرفة عين، بل هيبته في قلبه كأنه يراه، وهو مقام المراقبة وعين اليقين. أعبد الله كأنك إيه؟ تراه. تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تراه. الرابع إيمان حق، وهو رؤية الله بقلبه، وهو معنى قولهم العارف يرى الله في كل شيء. وهو مقام المشاهدة. يعني مش معناها بعض الناس يفهمها خطأ يقول لك يرى الله في كل شيء، يعني معناها يشوف ان الحجر ده هو الله والارض، لا مش معناها واحدة الوجود، يعني يرى الآثار والأدلة على وجود الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على اه معناه. انما المغفلين فما لك انه يرى الله في كل شيء معناها اي شيء عنده هو الله. لا ليس هذا. وصاحب هذا المقام والذي قبله يستدل بالحق على القلب. ده اللي احنا ماشيين معه. نعم. اللي احنا العجز يستدل بيه؟ بالحق على القلب. لا ده بتاع الكبار بس. عكسناها احنا العكس. نعم. الخامس إيمان حقيقة، وهو الفناء بالله عما سواه والسكر بحبه، فلا يشهد إلا إياه. كمن غرق في بحر ولم ير له ساحلا، وهذا ليس له دليل ولا مدلول. ما خلاص هو غرق في البحر، وكل ما في الامر هو ايضا من غرقان جوا البحر، كل شيء لا شايف لا الدليل ولا المدلول، على يعني الساحل ده ولا شيء. فالواجب على الشخص احد القسمين الاولين، واما الثلاثه الاخر فعلوم ربانيه. يبقى هنا لما قال محجوب وبعدين رجع قال لك الواجب على الشخص احد القسمين الاولين، كيف يبقى معناها ان الثاني اصله ايه؟ حاجات لدنيه، يعني يفيض الله ومش ليست داخله في التكليف اصلا. فربنا يفيض بما عليك لا خالص. لكن واجب عليك احد القسمين الاولين، يا اما يا اما يعني معناها الايمان، يا اما عن تقليد يا اما عن ايه؟ فكان ابن عربي كده بيصحح ايمان المكلف. نعم. يقول لك واجب، ولو كان حراما او لا يجوز لما قال يجب على ايه؟ واما الثلاثه الاخرى فعلوم ربانيه يخص بها من يشاء. قوله من ترديد اي تردد وشك وتحير. ده ترديد يعني معناها شك وتحير وتردد، وليس المراد امتزاج الايمان بالشك او لا، ولكنه قبوله. يعني أنا كده قلبي ما فيهوش شك، لكن يقبل الشك هذا موضوع ثاني. نعم. وليس أيضا كما يفسر بعض الناس أن الشك التردد في أقوال العلماء، لأنهم ليسوا مترددين، كل من قال قولا لم يتردد فيه. متى يسمى العلماء مترددين؟ إذا كانوا إيه؟ مضطربين. يعني لا، كل واحد ذهب إلى شيء أقام ونصب الأدلة عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ففيه بعض القوم يحكي الكلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة. اللي خلينا على ايه؟ على واقفين على ايه؟ على بعد الصلاة نشوف ان شاء الله حسب ما يتصل. احنا واقفين على ايه؟ ففيه بعض القوم يحكي الكلفة. يعني ايه معنى إيه الكلفة؟ يعني يحكي الخلاف، يعني اختلاف العلماء، تمام كده؟ وبعضهم حقق فيه الكشف، يعني معناها كشف لنا المسألة وذكر لنا إيه الحق فيها وأوضحها بأجمل إيضاح وبيان، وجعل الخلاف الموجود ده خلاف لفظي، يعني حقق له المسألة وكشف حقيقتها. ففيه بعض القوم ها يحكي الكلفة وبعضهم حقق فيه الكشف. فقال مين هو بعضهم؟ يشير الى الامام تاج الدين السبكي. قال فقال يعني السبكي ان يجزم يعني المقلد بقول الغير كفى، يعني يكفي في صحة الإيمان ان يكون جازما بقول مقلده، والا لم يزل في الترتيب رجع لمين؟ المقلد. فقال ان يجزم كفى والا تردد
لم يزل في الضير، يعني مع ايه معنى لم يزل في الضير؟ يعني معناها في الشك. وقال ان يجزم بقول الغير كفى والا لم يزل في الضير، يعني معناها يقول لك ان كان جازما بحيث ايه معنى جازم؟ بحيث لو رجع المقلد، لو رجع المتبوع لم يرجع التابع، يعني انا المتبوع وانت التابع، فانا رجعت عن هذا الايمان وانت قلت مش هرجع، انت حر، اذا انت كده ايمانك صحيح. فقال اهجر خلاصه، فقال هنرجع لها ثاني. فقال ان يجزم بقول الغير كفى والا لم يزل في الضير، يعني في ضرر الشك. وسنقف عند هذا ونعود اليه ان شاء الله. اللهم صل على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. اللهم صل افضل صلاه على ربك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلومات كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، وخذ بثأرنا ممن ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله، وسلم عليه تسليما كثيرا، وزده تشريفا وتكريما، أنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. الله عز وجل العرش العظيم.